بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وفق ما قرره ودونه إمام أهل السنة الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. تحدثنا في المرة السابقة عن صفات الإمام الماتريدي وعن علومه وعن شيوخه وتلامذته، ونحن كنا قد اتفقنا أننا قبل أن نبدأ دراسة العقيدة سنعطي مقدمات مهمة. الحقيقة ليست مقدمات يعني روتينية أو ليست ذات أهمية، هي الحقيقة مقدمات مهمة حتى نعرف من هو هذا الإمام، وحتى نعرف أصول وجذور هذا المذهب، لأن هذا المذهب الآن يضرب في جذوره كما يطعن في كثير من الأمور الآن في حياتنا. حتى صدق في هذا العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. فرأينا من يطعن في الأئمة الكبار المرضيين الذين ارتضت الأمة علومهم وزكتهم وأقرت بأثرهم، ونحن يهمنا هنا أن نكون نحن على يقين أيضا من هذا، لأننا في الحقيقة لا نعتقد عصمة الإمام الماتريدي، لكن الإمام الماتريدي رحمه الله إمام كبير مجتهد، شهد له بالعدالة، ونحن نريد الآن أن نتحقق من هذا. فاليوم إن شاء الله سنورد لحضراتكم بعض العبارات في الثناء على الإمام الماتريدي بغرض أن نوقن أن هذا الإمام يصح أن نعتمد على فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى، يصح أن يكون مرجعا للمسلمين في فهم آيات الاعتقاد. ف سنذكر الآن بعض ثناءات العلماء على هذا الإمام. فممن أثنى عليه أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى، الذي تحدث عنه فقال: ولو لم يكن فيهم إلا الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ولو لم يكن فيهم، يتحدث الآن عن تلامذة أبو أحمد العياضي الذي هو أجل شيوخ الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. ولو لم يكن فيهم، يعني في تلامذة هذا الرجل، إلا الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، الذي غاص في بحور العلوم فاستخرج دررها، وأتى حجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه وجودة قريحته غررها، ومن رأى تصانيفه وقف على بعض ما فيها من الدقائق وغرائب المعاني وإثارة الدلائل عن مكامنها واستنباطها عن مظانها ومعادنها، واطلع على ما راعى من شرائط الإلزام والالتزام، وحافظ من آداب المجادلة الموضوعة، لفسخ عقائد المغترين بأفهامهم. هو الآن يقول إنه
معرفة الحجج التي أتى بها الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى تجعل صاحب العقائد الزائغة يرجع عن هذه العقائد الزائغة، لفسق عقائد المغترين بأفهامهم، وقرن كل مسألة من البرهان من الموضوع لأفاده ثلج الصدر وبرد اليقين، ولعرف أنه المخصوص بكرامات ومواهب من الله تعالى المؤيدة بتوفيق بمواد التوفيق ولطائف الإرشاد والتسديد من الغني الحميد. وإنما اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية والحكمية لن يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين. يقول إن ما حصله الإمام الماتريدي رحمه الله من علوم قلما يجتمع في من اشتغل بالعلوم وفي من حصل العلوم. ونحن قلنا في المرة السابقة إن الإمام الماتريدي رحمه الله حصل علوم الدين وكثيرا من علوم الدنيا، ففي علوم الدين هو إمام في العقيدة، وهو مجتهد في مذهب الإمام أبو حنيفة، وهو مفسر من كبار المفسرين الذين يعتبرون أو الذي يعتبر من أوائل من فسر القرآن بمنهج الدراية، فتفسيره هو أول تفسير قبل الرازي ب 300 سنة تقريبا، فهو سابق على تفسير الرازي، ويعد مؤسسا لمدرسة التفسير بالدراية، بالإضافة إلى علوم الإمام الماتريدي الأخرى التي تحدثنا عنها في المرة السابقة، مثل علمه بالتاريخ وعلمه بالجيولوجيا وعلمه بالفلك واطلاعه على أقوال الفلاسفة واطلاعه على الإنجيل وكتب أهل الكتاب. فالرجل كان أعجوبة من أعاجيب الزمان. لذلك يقول هنا إنما اجتمع عنده وحده من العلوم لن يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين، يعني العلماء كثيرون، قلما يحصل الواحد منهم ما حصله الإمام الماتريدي رحمه الله. ولهذا كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضي رحمهما الله تعالى لا يتكلم في مجالسه ما لم يحضر الشيخ أبو منصور رحمه الله، يعني قلما تجد أستاذا يجل تلميذه، التلميذ في حضرة أستاذه هو الذي يجل الأستاذ. أما أن الآن شيخه أبو نصر العياضي كان لا يتحدث إلا في حضوره من تعظيمه وإجلاله للإمام أبو منصور رحمه الله تعالى، وكان كلما رآه من بعيد نظر إليه نظر المتعجب وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني كان أستاذه يراه أعجوبة من أعاجيب الزمان، ويتعجب هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى إنسانا كهذا الإنسان. فكان إذا رآه يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم يقول، هذا كله كلام أبو المعين النسفي، ثم يقول: وكتابه المصنف في تأويلات القرآن كتاب لا يوازيه في فنه كتاب، بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. وبالفعل كتاب التأويلات كتاب منهجه عجيب، أسلوبه غريب، سبق به الكثير من العلماء، وأنا كتبت كتابا حول هذا الكتاب، كتاب الإمام الماتريدي ومنهج أهل السنة في تفسير القرآن، درست فيه تفسير الإمام الماتريدي رحمه الله، وهو مطبوع في حوالي 800 صفحة. بينت في هذا الكتاب الأصول التي اعتمد عليها الإمام الماتريدي رحمه الله، وكشفت الكثير من أسرار هذا التفسير، بحيث يمكن أن يعد هذا الكتاب مقدمة ومدخلا لكل من يريد أن يقرأ في تفسير الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. يقول إن هذا التفسير كتاب
لا يوازيه في فنه كتاب، بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. وما أحسن ما قال بعض البلغاء في وصفه رحمه الله تعالى في كتاب له، فقال: كان من كبراء الأئمة وأوتاد الملة. وكتابه في تفسير القرآن فتق عن المشكل أكمامه، وقشع عن المشتبه غمامه، وأبان بأبلغ الوصف وأتقن الرصف أحكامه وحلاله وحرامه، لقاه الله تحيته وسلامه. إذن هذه عبارات في ثناء أبو المعين النسفي رحمه الله على الإمام الماتريدي. وينبغي هنا أيها الإخوة أن نعلم أن العوام كما تعلمون يرفعون ويخفضون، ومدح العوام لا اعتبار له، وذم العوام أيضا لا اعتبار له، إنما المعتبر في مدح العالم وتزكية العالم هو شهادة أهل العلم، أهل العلم له أن يشهد للطالب شيوخه أو أن يشهد له أقرانه، هذا هو المعتبر. فلذلك عندما يطعن في الإمام الماتريدي من مجموعة من الأطفال الصغار أو الشباب الذين لم يبلغوا في العلم مبلغا، هذه الطعون لا اعتبار لها. الذي يمدح الإمام الماتريدي الآن، إحنا أنا أمامي الآن شهادات كثيرة جدا جمعتها في الثناء على أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وكلها شهادات تزكية لهذا الرجل. لماذا انشغلنا بهذه الأمور مع أنها كانت في فترة من الفترات من البديهيات؟ لأننا الآن أمام سيل جارف من الطعون في أئمة الإسلام، وهذه الطعون في أئمة الإسلام للأسف يقوم بها شباب باسم التدين، يريدون هدم الدين باسم الدين، وهذه مشكلة. فلذلك صرنا الآن نحتاج إلى الحديث عن البدهيات. فلذلك جمعنا ما يدل على تزكية وتعديل العلماء الإمام الماتريدي رحمه الله، حتى نقول للناس بعد ذلك إن الإمام الماتريدي ممن يؤخذ عنه العلم، لأنه معدل، ولأنه ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فإذا هذه الشهادات مهمة، مهمة حتى إذا ما عارضنا أحد في دراسة العقيدة الماتريدية. والآن الناس الشباب والبنات يسمعون الآن من الفضائيات ومن القنوات ومن اليوتيوب ومن الفيسبوك، يسمعون الطعن، الطعن في الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى ليل نهار باسم عقيدة السلف. أيضا العلامة طاش كبرى زاده يقول إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان، أحدهما حنفي والآخر شافعي. أما الحنفي فهو أبو منصور محمد ابن محمد ابن محمود الماتريدي إمام الهدى، وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري البصري. لاحظوا هنا، لاحظوا معي إنه العلامة طاش كبرى هنا يقول إن رئيس أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هذا على مدار التاريخ مصطلح علمي منضبط. يعني هذه الكلمة، كلمة أهل السنة، كانت تطلق في الأساس على الأشاعرة والماتريدية وعلى المذاهب الأربعة في الفقه، الأشاعرة والماتريدية في الكلام والمذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف. على مدار التاريخ إذا قلت أهل السنة والجماعة فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فهو مصطلح علمي له معنى محدد. وزي ما بيقولوا الجماعة في علم المنطق
يقولون إن هذه الكلمة لها مفهوم ولها ما صدق، لها مفهوم ولها ما صدق. المفهوم هو المعنى اللغوي للكلمة أو معنى الكلمة. ما صدق هم الأفراد الذين يصدق عليهم هذا اللفظ في الخارج. فإذا قلنا كلمة أهل السنة ما معناها؟ أهل السنة معناها أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون على وحدة المسلمين، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة، لأنهم يعملون على جمع المسلمين، جمع كلمة المسلمين وعدم تفريق المسلمين، لكنهم في الوقت نفسه لا يجمعون المسلمين على أي شيء، بل يجمعون المسلمين على الحق، على السنة. طيب، هذا هو المفهوم. ما صدق على من يصدق هذا اللفظ، لأن كل إنسان ممكن يدعي إنه بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى من أطلق هذا اللفظ على مدار التاريخ منذ عصر التدوين سنة 141 حتى يومنا هذا عند أهل العلم، باستثناء مجموعات قليلة وباستثناء جماعات قليلة في العالم الإسلامي هنا وهناك. ما صدق إن هذا اللفظ يصدق على الأشاعرة والماتريدية، وبعضهم يضيف فضلاء الحنابلة، لكن التحقيق أن فضلاء الحنابلة داخلون في مفوضة الأشاعرة، فأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في العقيدة. وهذا اللفظ أنا سأقول لحضراتكم الآن بعض نصوص العلماء التي تدل على ذلك. الآن اللي حصل بعد ظهور الحركة الوهابية أنه يراد اختطاف هذا اللفظ، فهم يطلقون على أنفسهم نحن أهل السنة والجماعة. طيب الماتريدية، قال لك اسمهم الماتريدي، الأشاعرة دول اسمهم الأشاعرة مش اسمهم أهل السنة. فإذا يراد الآن اختطاف هذا اللفظ الذي ما كان يطلق أساساً إلا على الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية هم الذين نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة المجسمة وفي مقابلة المعتزلة، ما كانش حد واقف لهذه الفرق ولا يتصدى لها إلا هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. لو قرأنا في تفسير الإمام الماتريدي رحمه الله سنجد أنه رد، ما ترك ملة ولا نحلة ولا مذهبا إلا رد عليه في تفسيره، رد على الزنادقة، رد على الملاحدة، رد على الثانوية، رد على الباطنية، رد على الشيعة، رد على المجسمة، رد على الخوارج، رد على المعتزلة. فنصر السنة رضي الله عنه، ومثله الإمام الأشعري. فلذلك صار هذين العالمين هما أئمة أهل السنة والجماعة. فإذا كلمة أهل السنة يا إخواننا يراد اختطافها الآن، يراد الإخوة الوهابية السلفية يريدون أن يقولوا نحن أهل السنة. لا، هل أنت من أتباع الإمام الأشعري أو من أتباع الإمام الماتريدي؟ إذا قلت نعم فأنت من أهل السنة. إذا قلت أنا لست من أتباع الإمام الأشعري أو من الماتريدي، نقول لك أنت والله من أهل السنة فيما وافقت فيه أهل السنة، ولست من أهل السنة فيما لم توافق فيه أهل السنة. وبالمناسبة أهل السنة ليسوا فرقة، أهل السنة مش مجموعة من ضمن مجموعات موجودة في الأمة، ليس مذهبا من ضمن مذاهب، أهل السنة هم الأمة. لما نقول الأمة الإسلامية يعني جسمها الرئيسي هم أهل السنة والجماعة، 92% من المسلمين في العالم من أهل السنة والجماعة، ثم عندنا 8% فرق مختلفة، نتوءات على جسد الأمة. أبو البقاء الكفوي أيضا يمدح الإمام الماتريدي فيقول: وأهل الحق هم الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع والأقوال الصادقة والعقائد السليمة والأديان الصحيحة والمذاهب المتينة
أبو البقاء الكفوي هنا في كتابه الكليات يشرح معنى كلمة أهل الحق. فمن هم أهل الحق؟ فهو بيشرح المعنى، ثم بعد ذلك سيذكر مصداق هذا اللفظ، على من يطلق هذا اللفظ. فيقول أهل الحق هم الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع، يعني يقولون بأن حقائق الأشياء ثابتة، يعني ليسوا كالسوفسطائية الذين ينكرون الحقائق. فيقولون بأننا نعيش في عالم واقعي، لا نعيش في حلم. فإذا كان أمامي الآن الكمبيوتر فهو كمبيوتر ليس شيئا آخر، لأنه في ناس ظهروا وقالوا نحن ربما نعيش في حلم كبير. هؤلاء السوفسطائية الذين ينكرون الحقائق أو ينكرون إمكان الوصول للحقائق، وهنشرح هذا إن شاء الله بعد ذلك. فإذا أهل الحق هم الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع والأقوال الصادقة والعقائد السليمة والأديان الصحيحة والمذاهب المتينة. ثم يقول: والمشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري، وفي ديار ما وراء النهر والروم أصحاب أبي منصور الماتريدي. هو هنا عايز يقول لنا، يريد أن يقول إن أهل الحق هم أتباع الإمام الأشعري وأتباع الإمام الماتريدي رحمهم الله. عندنا أيضا العلامة محمد مرتضى الزبيدي. العلامة محمد مرتضى الزبيدي هذا لم يكن إنسانا أو عالما عاديا، هذا الرجل كان علامة من علامات الزمان وشامة من شامات الزمان. هو الذي شرح إحياء علوم الدين في إتحاف السادة المتقين، وله من الكتب الكثير. كان رجلا فاضلا علامة، يعني لا يمدح أي أحد. ماذا يقول هذا الرجل عن الإمام الماتريدي رحمه الله في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؟ يقول: كان إماما جليلا مناضلا عن الدين، موطدا لعقائد أهل السنة، قطع المعتزلة وذوي البدع في مناظراتهم وخصمهم في محاورتهم حتى أسكتهم. حتى أسكتهم. وفعلا الذي يقرأ من حضراتكم تفسير الإمام الماتريدي يجد أنه ما كان يدع آية في هذا التفسير يمكن للمعتزلي أن يستدل بها على مذهبه إلا ورد عليه في هذه الآية. يعني أكثر من شغل الإمام الماتريدي بالرد عليهم هم المعتزلة، لأن المعتزلة حضراتكم تعرفون كانت لهم سطوة، والمعتزلة مذهبهم ليس مذهبا ضعيفا. يعني إذا الواحد فينا قرأ آراء المعتزلة وهو ليس له بضاعة في العلم، ربما يقول والله هذا كلام معقول، ما الخطأ في هذا الكلام؟ ثم تقرأ رد الإمام الماتريدي فتقول لا، هذا كلام كان خاطئا. فإذا مذهب المعتزلة كان بلاء كبير على الأمة. الله سبحانه وتعالى هيأ لهذه الأمة أمثال الإمام الماتريدي للرد على المعتزلة. فيقول هنا محمد مرتضى الزبيدي: وخصمهم في محاورتهم حتى أسكتهم. حتى أسكتهم. ثم قال: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. إذن هذا الرجل الآن يقرر بأن مصطلح أهل السنة والجماعة يراد به من؟ يراد به الأشاعرة والماتريدية. يبقى لما نقول من، نقول نحن أهل السنة والجماعة على طول المتبادر إلى الذهن إذا قلت أهل السنة، أو فتحت وبحثت في أي كتاب من كتب الأقدمين عن أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدي. كذلك الشيخ محمد زاهد الكوثري عليه رحمة الله تعالى. الشيخ محمد زاهد الكوثري
علامة كبير أيضا، وهو أحد أنجب تلامذة وأتباع الإمام الماتريدي المتأخرين، علامة كبير رحمه الله، كان أيضا شامة من شامات الزمان. ماذا يقول العلامة الكوثري في مقدمته التي كتبها في أول كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري؟ ماذا يقول؟ يقول: ولا يوجد من يوازن الأشعري بين المتكلمين بالنظر لما قام به من العمل العظيم. يعني الإمام الأشعري لا يوازيه أحد، ثم سيستدرك بعد ذلك. ومع ذلك لا تخلو آراؤه من بعض ما يؤخذ عليه، كنوع ابتعاد عن العقل مرة وعن النقل أخرى في حسبان الناظر في كلامه في مسائل نظرية معدودة، كقوله في التحسين والتقبيح والتعليل وما يفيده الدليل النقلي نحو ذلك، لأن من طال جداله مع أصناف المعتزلة والحشوية لا بد وأن يحصل في كلامه شيء من هذا القبيل. إذن يقول الإمام الأشعري رحمه الله، رغم أنه بيتفق في المنهج مع الإمام الماتريدي في أن كل منهما حاول أن يجمع على نحو دقيق بين العقل والنقل، بين مقتضى النقل الصحيح والعقل السليم، والجمع المتوازن بين العقل والنقل مطلب صعب ومرقى صعب، كما وصفه حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في كتابه ذم التأويل. فالجمع المتوازن بين النقل والعقل مرقى صعب، ليس أمرا هينا. فالأشاعرة والماتريدية هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للجمع الدقيق بين العقل والنقل. لكن الجمع بين العقل والنقل مش مسألة رياضية حسابية تختلف فيها أنظار الناظر. رأي الإمام الكوثري هنا إن الإمام الأشعري رحمه الله كان يميل أحيانا ناحية العقل وأحيانا ناحية النقل، فلم يحافظ على هذا التوازن. ثم يقول إن الذي حافظ على هذا التوازن الدقيق هو الإمام الماتريدي، فيقول: وإنما لم يقع مثل ذلك في معاصره إمام الهدى أبي منصور الماتريدي شيخ السنة بما وراء النهر، لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغلبا تاما لا تظهر مشاغباتهم معه، فتمكن من الجري التام على الاعتدال التام في أنظاره، فأعطى النقل حقه والعقل حكمه. إذن الشيخ الكوثري هنا يقول إنه الأشعري والماتريدي استطاع أن يوازن بين النقل والعقل، لكن النجاح والتوفيق كان مصاحبا بصورة أكبر للإمام الماتريدي، وعلل ذلك بأنه الإمام الماتريدي كان يعيش في بيئة سنية خالصة بخلاف بيئة بغداد، وبخلاف نشأة الإمام الأشعري الذي نشأ في أوساط المعتزلة وتربى في حجرهم، فلذلك لم يستطع أن يوجد هذا الميزان الدقيق الذي أوجده الإمام الماتريدي. ثم يقول: فالأشعري والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها. إذن هذه شهادات أهل العلم، هذه شهادات أهل العلم التي، أو بعض شهادات أهل العلم، طبعا ليس كلها، الشهادات كثيرة جدا. هذه الشهادات التي نتعرف من خلالها على مكانة هذا الإمام الماتريدي، هذه المكانة التي تعرفنا عليها الآن تعرفا نظريا من خلال مدح العلماء وتعديل العلماء للإمام الماتريدي. طيب، هل يمكن أن نتعرف على مكانة الإمام الماتريدي بطريقة أخرى؟ نعم،
يمكن أن نتعرف على مكانة الإمام الماتريدي بطريقة عملية واقعية. ما هي هذه الطريقة العملية الواقعية؟ هي إنه حضرتك إذا نظرنا إلى خارطة العالم الإسلامي، سنجد توزيعة المذاهب الإسلامية اللي فيها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. هؤلاء هم أهل السنة في الفقه. ستجد إن كل حنفي في الفقه ماتريدي في الاعتقاد، يعني ما من عالم من علماء المذهب الحنفي المعتبرين إلا وهو ماتريدي في الاعتقاد، إلا وهو يجل الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. والأحناف في العالم الإسلامي نسبتهم من 35 إلى 40% من المسلمين، كلهم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما قرره وشرحه الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. فعندما يعني يكون هذا العدد الكبير من المسلمين مقر للإمام الماتريدي على مدار قرون وسنين، هذا يدلك على عظيم أثر هذا الإمام رحمه الله تعالى. ليه الإمام الماتريدي أخذ هذه المكانة؟ ما السبب؟ ما السبب الذي جعل الإمام الماتريدي رحمه الله ينال هذه المكانة؟ الحقيقة إنه العلماء الذين تبعوا الإمام الماتريدي لم يكونوا ينظرون للإمام الماتريدي كشخص، وإنما كانوا ينظرون إليه كوريث. وهناك فرق بين أن تنظر للعالم كشخص متفرد، وبين أن تنظر إليه كوريث لعلوم السلف الصالح، كوريث لعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المكانة أتت من سلسلة النور الموصولة الإسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يمثل الإمام الماتريدي حلقة من حلقات هذه السلسلة. لذلك يقول العلامة محمد مرتضى الزبيدي أيضا: وليعلم أن كلا الإمامين أبي الحسن وأبي منصور رضي الله عنهما وجزاهما عن الإسلام خيرا لم يبتدعا من عندهما رأيا. الإمام الماتريدي رحمه الله لم ينشئ، وإنما هو كاشف عن مذهب السلف الصالح، ولم يخترع، لم يبتدع، وإنما هو منشئ ومقرر رحمه الله تعالى. فنسبة المسلمين الذين يدرسون عقائد الإمام الماتريدي إلى الإمام الماتريدي هي نسبة اشتهار، زي نسبة بالضبط من يقرأ القرآن بقراءة حفص عن عاصم. لماذا نسبت القراءة لحفص؟ لماذا تنسب القراءة لورش؟ لماذا تنسب القراءة لابن كثير؟ هل هؤلاء هم الذين أنشأوا هذه القراءات؟ الإجابة طبعا لا، وإنما هؤلاء ورثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة، لكن نسبت إليهم هذه القراءات لأنهم هم الذين تفرغوا لتعليمها وتعلمها وإتقانها، فنسبت هذه القراءات إليهم. زي بالضبط نسبة المذهب الحنفي للإمام أبو حنيفة، أو نسبة المذهب الشافعي للإمام الشافعي. هل الإمام الشافعي هو الذي أتى بهذه الأحكام من عنده؟ أبدا. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم من الأئمة ورثة عن الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسبت هذه المذاهب إليهم لأنهم من تفرغ لتحريرها وتقريرها. كذلك الأمر في العقيدة، عندما نقرأ في كتب تاريخ علم الاعتقاد سنجد الإمام الأشعري مسبوق. كان قبل الإمام الأشعري أهل السنة موجودين،
فعندنا الحارث بن أسد المحاسبي، عندنا عبد الله بن سعيد بن كلاب، عندنا القلانسي. الإمام أبو منصور الماتريدي أيضا مسبوق، لما تقرأوا في سلسلة شيوخه اللي منهم اللي أجلهم أبو نصر العياضي، تعرفون أن المذهب الماتريدي لم يبدأ بالمذهب الماتريدي، وإنما نسب لاعتقاد الإمام الماتريدي لأنه كان الأزكى، لأنه كان أكثرهم تقريرا وتحريرا وتحقيقا، ولأنه الذي تفرغ لهذا، لكنه وارث. فإذا السر في نسبة الاعتقاد السني الذي هو اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم إلى الإمام الماتريدي، أنه نظر إليه كوريث مؤتمن عدل على علوم الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك الإمام الزبيدي هنا يقول: وليعلم أن كلا الإمامين أبي الحسن وأبي منصور رضي الله عنهما وجزاهما عن الإسلام خيرا لم يبتدعا من عندهما رأيا، ولم يشتقا مذهبا، وإنما هما مقرران لمذاهب السلف. طبعا السلف الحقيقي، وأنا قلت لحضراتكم إحنا هنتحدث مع بعض إن شاء الله بعد ذلك عن إن المذهب الماتريدي هو مذهب السلف، يعني إذا أردت عقيدة السلف فنقول لك يلا حياك، حياك الله، تعال أدرس العقيدة الماتريدية، هي عقيدة السلف. لكن الآن باسم العقيدة السلفية يطعن في أئمة السلف، يطعن في أئمة السلف. والإمام الماتريدي ما هو كان من أئمة السلف، ما هو كان من علماء القرن الثالث الهجري، وهو والإمام الأشعري الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن اللي حاصل جنون. عندما نرجع إلى الإمام ابن تيمية، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، ونفضل آراءه ونعتبر آراءه ميزان يوزن إليها سائر ما عداها، فمن وافق ابن تيمية فهو سلفي، ومن خالفه فهو ليس سلفي. حاجة عجيبة والله، شيء عجيب. ابن تيمية الذي هو من علماء القرن الثامن الهجري يجعل هو معيار السلفية، والإمام الأشعري والماتريدي هؤلاء خلفية، خالفوا السلف، خالفوا الاعتقاد الصحيح، شيء في غاية العجب. فهنا العلامة الزبيدي بيقرر أن الإمام الأشعري والإمام الماتريدي لم يبتدع رأيا، وإنما هما مقرران لمذاهب السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدهما قام بنصرة نصوص مذهب الشافعي وما دلت عليه، والثاني قام بنصرة مذهب أبي حنيفة وما دلت عليه. فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كل منهما عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به. يبقى الإمام الماتريدي رحمه الله ماذا فعل؟ الإمام الماتريدي قرر وحرر وحقق كلام إمامه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام الأشعري ماذا فعل؟ قرر وحقق وحرر كلام إمامه الإمام الشافعي رحمه الله. فهما راجعان إلى مشايخهم. فإذا الذين أجمعت الأمة على فضلهم أيضا. فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلا منهما عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في تلك المسائل والدلائل يسمى أشعريا أو ماتريديا. لماذا تسمى ماتريدي؟ لأن الماتريدي هو الذي قرر مذاهب الصحابة، مش لأنه هو الذي اخترع العقيدة. لماذا تسمى حنفي؟ لأن أبو حنيفة هو الذي قرر مذاهب الصحابة في جانب الفقه والعمليات، وليس لأنه هو الذي اخترع الفقه. لماذا أنت تقرأ بقراءة حفص؟ نفس الشيء، لأن حفصه الذي تفرغ وأتقن هذه القراءة، وليس لأنه هو الذي اخترع هذه القراءة. وعلى هذا فقس. إذن ما السر في مكانة الإمام الماتريدي الكبرى هذه؟
السر أنه نظر إليه كوريث لعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك العلماء رفعوا مكانته وأسانيده متصلة كما رأيتم في المرة السابقة. مما يدل على وراثة الإمام الماتريدي للإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله، أولا اتصال الأسانيد، ونحن عرضنا على حضراتكم المرة السابقة السند المتصل من الإمام الماتريدي رحمه الله إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة، فهذه قرينة. القرينة الأخرى إنه الإمام الماتريدي رحمه الله كان لا يكاد يخرج في تفسيره من ناحية الفقه، من ناحية الاعتقاد، عما قرره الإمام أبو حنيفة أو ما هو معروف عن الإمام أبو حنيفة، حتى إنني قلت إننا إذا أردنا أن نلخص تفسير تأويلات القرآن للإمام الماتريدي في جملة واحدة، لو أردنا أن نلخص مقاصد الإمام الماتريدي في جملة واحدة سنقول إن تفسير تأويلات القرآن ألفه الإمام الماتريدي رحمه الله لنصرة مذهب أهل السنة في الاعتقاد، لنصرة مذهب أهل السنة في الاعتقاد، ولنصرة المذهب الحنفي في الفقه. هذا هو كان مقصد الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى حين ألف تفسيره. لذلك تجدون آيات الاعتقاد كلها التي يريدها في تفسيره تقرير لمذهب أهل السنة، ورد على المعتزلة وغيرهم من الفرق المختلفة المخالفة لأهل السنة. ما تمر به آية من آيات الفقه في هذا التفسير إلا وينتصر فيها المذهب الحنفي ويرد على الشافعية ويرد على غيرهم. فهذا التفسير باختصار شديد هو انتصار لمذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الأصول والفروع. طيب، الإمام أبو حنيفة رحمه الله سنده أيضا متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا الآن بنتكلم عن إمامين عظيمين، هو الإمام أبو حنيفة الذي هو شيخ الإمام الماتريدي، شيخ غير مباشر الإمام الماتريدي، وبنتكلم عن إمام عظيم آخر هو الإمام الماتريدي، كلاهما أسانيده متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى والسادة الحنفية، السادة الحنفية يعلمون أن الإمام الماتريدي رحمه الله يرجع في أقواله وفي أصول مذهبه الإمام أبو حنيفة. ليه؟ لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله معلوم في تاريخ علم الكلام أنه اشتغل، قبل أن يشتغل بالفقه اشتغل بالكلام، فإذا الإمام أبو حنيفة اشتغل بالكلام، ومعنى ذلك أنه كانت له آراء كلامية نقلها عنه تلامذته وتداولوها بعد ذلك. فاشتغل الإمام رحمه الله بعلم الكلام شطرا من حياته، وناظر أهل الفرق والأديان المختلفة سنين، زي ما بيذكر الموفق المكي في مناقب الإمام أبو حنيفة، بل يقولون أو يقول الموفق المكي: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام، فمضى دهر فيه أتردد وبه أخاصم وعنه أناضل، وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرهم بالبصرة، فدخلت البصرة نيفا 20 مرة. يبقى الإمام أبو حنيفة كان عايش في الكوفة، ثم كان يذهب خصيصا إلى البصرة ليجادل أهل الفرق والأهواء المختلفة. طيب، الإمام أبو حنيفة وهو بيجادل أهل الفرق كان بيجادلهم منين؟ من أين؟ إذن كانت له استنباطات عقدية مثل الاستنباطات الفقهية بالضبط من القرآن والسنة. هذه الاستنباطات العقدية الإمام أبو حنيفة رحمه الله دونها بعض تلامذته، ودونها هو بنفسه،
لذلك يقول ابن النديم: وله من الكتب كتاب الفقه الأكبر، وكتاب العالم والمتعلم رواه عنه مقاتل، وكتاب الرد على القدرية. ثم يقول: والعلم برا وبحرا وشرقا وغربا وبعدا وقربا تدوينه رضي الله عنه. يعني ابن النديم هنا يقول إنه ما من علم دون في الإسلام إلا والإمام أبو حنيفة رحمه الله له فيه يد. إذن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يكن فقط فقيه، وإنما كان قبل أن يكون فقيها كان متكلما، لكنه تفرغ في آخر حياته للفقه، ثم نقل الكلام عنه إلى تلامذته حتى جاء دور الإمام أبو منصور الماتريدي وفرع وقرر كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو اليسر البزداوي أيضا في كتابه أصول الدين يلاحظ هذه الحقيقة، وهي أن أصل المذهب الماتريدي يرجع للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول: وأبو حنيفة رحمه الله أو رحمة الله عليه تعلم هذا العلم، وكان يناظر فيه مع المعتزلة ومع جميع أهل البدع، وكان يعلم أصحابه في الابتداء. يعني كان زي ما بيعقد جلسات فقهية تشاورية مع محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم، كان يفعل نفس الشيء أبو حنيفة ليعلم أصحابه العقيدة. يقول: وكان يعلم أصحابه في الابتداء، وقد صنف فيها كتبا وقع بعضها إلينا، وعامتها محاها وغسلها أهل البدع والزيغ. يعني فين كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الاعتقاد؟ له فيها كتب غير اللي وصلتنا. قال لك أهل الزيغ والبدع محوها ومسحوها وقطعوها. لماذا؟ لأن أهل البدع لا يريدون أن يظهر أحد عليهم في الحجة. ومما وقع إلينا، كل ده كلام أبو اليسر البزدوي، يقول: ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم، وكتاب الفقه الأكبر، وقد نص في كتاب العالم والمتعلم أنه لا بأس بتعلم هذا العلم، ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا وقدوتنا في الأصول والفروع. وإذن أئمة المذهب الماتريدي يعلمون هذه الحقيقة، لذلك الكثير منهم لا يقول أنا ماتريدي أصلا، بل أحيانا يقولون نحن حنفية في الأصول والفروع، ويقصدون بكلمة حنفية ماتريدية. طيب ليه سموا من يتبع الإمام أبو حنيفة في الاعتقاد ماتريدي؟ لما سموش نفسهم حنفية مباشرة؟ ليه بعضهم أو جزء من الحنفية أو كثير من الحنفية يقولون نحن ماتريدية ولا يقولون حنفية مباشرة، طالما أن هذا العلم يرجع الإمام أبو حنيفة؟ لأنه يا أخوانا ليس كل أتباع الإمام أبو حنيفة كانوا من أهل السنة، دي حاجة معروفة، إنه الكثير من الحنفية خاصة حنفية العراق كانوا من المعتزلة، كانوا من المعتزلة. فإحنا عندنا الآن أتباع الإمام أبو حنيفة بعضهم من المعتزلة وبعضهم من أهل السنة، فلذلك أرادوا أن يميزوا أتباع الإمام أبو حنيفة الخلص. فأتباع الإمام أبو حنيفة الخلص هم الذين ساروا على نهج ما قرره الإمام الماتريدي رحمه الله، فلذلك يقولون ويميزون أنفسهم فيقول نحن ماتريدية، يعني أخذنا العلم عن الماتريدي عن أبي حنيفة، هذا هو الفرع الخالص للإمام أبو حنيفة. إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يكن من المعتزلة، بل كان يرد عليهم. أبو حنيفة وتلامذته وأئمة المذهب، كما يقول أيضا أبو اليسر البزدوي في نص آخر، يقول: وأئمة المذهب لم يميلوا إلى شيء من الاعتزال وإلى سائر الأهواء. أئمة المذهب الحنفي الكبار ليس لهم علاقة بالمعتزلة. وأنا أتعجب الحقيقة عندما أسمع بعض الشباب الذين يقولون الإمام أبو حنيفة كان من المعتزلة، يعني هذا كلام عجيب، يعني لا يرد عليه أصلا، هذا الكلام
عندما تسمعه لا يستحق الرد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وأئمة المذهب لم يميلوا إلى شيء من الاعتزال وإلى سائر الأهواء. فإذا لماذا نجيب الآن عن تحدثنا الآن عن المكانة التي أخذها الإمام الماتريدي رحمه الله، وتحدثنا عن ثناء العلماء على الإمام الماتريدي، وقلنا إن مكانته العالية يشهد بها الواقع، حيث إن المسلمين 35% من المسلمين على الأقل يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى ويفهمون الدين وفق ما قرره، يفهمون العقيدة وفق ما قرره الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى، وهذا يدل دلالة واضحة على مكانته. وقلنا ما هو السر في هذه المكانة العالية التي تبوأها الإمام الماتريدي رحمه الله؟ قلنا إن السر في ذلك هو أنهم نظروا إليه، أن العلماء نظروا إليه على أنه ليس مجرد شخص، وإنما هو جزء من سلسلة نورانية متصلة الإسناد بالإمام أبو حنيفة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وريث علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لذلك أخذ هذا الإمام هذه المكانة العالية. تظهر وراثة الإمام الماتريدي رحمه الله الإمام أبو حنيفة كما قلنا في العقيدة وفي الفقه، في العقيدة وفي الفقه، في تفسير الإمام الماتريدي، وفي تقريرات العلماء الكثيرة. مما يدل على ذلك دلالة واضحة، إنه إحنا عندنا الإمام الطحاوي رحمه الله. الإمام الطحاوي ولد وعاش في مصر، وهو صاحب العقيدة المشهورة، العقيدة الطحاوية، التي هي بالمناسبة عقيدة حنفية كل شراحها من الماتريدية. الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدته التي قررها وشرحها هي بعينها ما قرره وشرحه الإمام أبو منصور الماتريدي، رغم أنهما لم يلتقيا أبدا، مما يدل على أن كلاهما يتفق في المنبع والمصدر، هما متفقان في المنبع والمصدر، فمصدرهما واحد. لا الإمام الماتريدي التقى بالإمام الطحاوي، ولا الإمام الطحاوي جلس في مجلس علمي واحد، ولا إلى شيخ واحد سويا مع الإمام الماتريدي، ومع ذلك اتفقت الآراء. لماذا اتفقت الآراء؟ لأن المنبع واحد والمصدر واحد، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي ورث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المقريزي يلاحظ هذه الحقيقة. المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار يقول: هذا وبين الأشاعرة والماتريدية، وهم طائفة الفقهاء الحنفية مقلد الإمام أبي حنيفة النعمان. يعني هو هنا بيصرح تصريح واضح إن الماتريدية، من هم الماتريدية؟ هو الآن في السياق بيذكر إنه بين الأشاعرة والماتريدية خلاف، وبعدين في جملة اعتراضية يعرف بالماتريدية فيقول: الذين هم مقلدو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم. فالآن العلماء عارفين، وهذا الأمر ليس سرا، إن عقيدة الماتريدي هي بعينها عقيدة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وهذا أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني مثلا في فتح الباري، في فتح الباري بشرح صحيح البخاري يقرر هذا، يقول: ويحكى عن أبي منصور من الحنفية كذا، وهو في سياق كلامه يقول: ويحكى عن أبي منصور الماتريدي من الحنفية. فهو الآن يقرر أن الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى من الحنفي. العلامة السعد رحمه الله تعالى يقرر هذه الحقيقة أيضا، وهي أن المذهب الماتريدي بيرجع للإمام أبو حنيف رحمه الله تعالى، فيقول: ممن فرد به الماتريدية القول بصفة التكوين. من أين أتوا بهذا؟ يقول: وهم ينسبونه إلى قدمائهم،
وهم ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعري، حتى قالوا إن قول أبي جعفر الطحاوي له الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق إشارة إلى هذا. إذن مما اختص به المذهب الماتريدي القول بصفة التكوين، هذه الخصيصة وجدوا لها إشارة في العقيدة الطحاوية، مما يدل على أن الأصل واحد المنبع واحد، كما قلت لحضراتكم. النصوص كثيرة الحقيقة التي تدل على أن المذهب الماتريدي يرجع في حقيقته لإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة كان من التابعين أو من أتباع التابعين على خلاف، والإمام الماتريدي والإمام أبو حنيفة كلاهما من أئمة السلف الصالح رضي الله عنهما. المرة القادمة إن شاء الله سنكتفي بهذا اليوم، المرة القادمة إن شاء الله سنرد على شبهة مهمة تتعلق ببعض ما يثار حول المذهب الماتريدي في عصرنا، ثم إن شاء الله تعالى أسأل الله التوفيق ونبدأ المرة بعد القادمة في متن العقيدة الطحاوية بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.